السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بين سوفت بتقدم شوية ابديتات كويسة جدا، هنشوف منها مثلا النهاردة الرينيم. لو انت عندك فاميلي كتيرة وعايز تعدل حاجة معينة، ممكن تختار المشروع كله او تختار كاتيجوري معين بدل المشروع كله. اول حاجة ان انت عاملها سيلكت، وليكن مثلا عندي هنا الفاميلي هنا ديت، عايز ان انا اغيرها، هقول له دور على البارت اوف تكست وبدلها لي بمثلا هخليها بي ايه مثلا، تمام. وممكن تزود كلمة او حروف في الاول او في الاخر، وممكن تقول له اعمل لي ابر كيس او اعمل لي لور كيس او تايتل كيس، واقول له اوكي، هو بيبدأ يعمل الريبليس. طيب عايزين نتأكد ان فعلا الاداة شغالة، هقول له رينيم، وهاجي هنا هقول له ان انا عايز المشروع كله، وانزل تحت خالص هتلاقي فعلا عمل الريبليس، عملها للفاميلي نيم.